كون مبارك ان شاء الله، ايامكم مليانه بالفرحه وبالاعياد، وكل عام وانتم حيين بالف الف خير. تحيه لكم اللي تسمعوا فينا، وتحيه خاصه للناس اللي تسمع فينا خارج حدود الوطن. ان شاء الله تكونوا عديتوا عيد مزيان، ربي يلم شملكم بالناس اللي تحبوهم، وربي ان شاء الله يرد غربتكم. شكرا على اختياركم فريكونس الديوان، شكرا على اختياركم اليوتيوب والفيسبوك باش تتابعونا في رحله جديده وماتينا الاخرى كما قلت حلقه الاثنين 15 فبراير 2024. السلام عليكم ما كنتوا، سعيد ملاقاتكم مرة أخرى في رحلة سباحية بعد ترتيحة طيلة شهر رمضان المعظم، الشهر اللي تلاقينا فيه يوميا من ماضي 3:30 حتى للستة بتاع العشية، ورافقناكم حتى لشقانا لفترة نرجع للموعد الصباحي، ورافقوكم إن شاء الله يوميا من 7 حتى 9:30. إن شاء الله صباحكم مبارك، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناو، عودة ميمونة لوليداتنا في القراية وللناس اللي كانت ماخذة كونجي وما عملت بون نهار الجمعة وما أكثر البون في تونس. إن شاء الله عودة سعيدة للعمل. نسلم عليكم الناس الكل باش نحكيو في الأكتيو ما صار في تونس والعالم، باش نحكيو كورة والجولة الرابعة من مرحلة البلاي اوف، تعادل الترجي والاتحاد المنسيري، تعادل الافريقي والملعب التونسي، تعادل النجم الساحلي والسي اس اس. هذو ابرز النتائج باش نحكيو فيهم بعد شوية، باش نحكيو على الفاجعة اللي اهتزت لها تونس كاملة على مواقع التواصل الاجتماعي. كاهل تونسي يعيش في ايطاليا يستدرج اطفال عبر الانترنت، شهادات صادمة وفيديوهات توجع على قلب شفناها. مهم جدا باش نحكيو في الموضوع هذا على خاطر يهمنا ويهم صغيراتنا الكل، ردوا بالكم على صغيراتكم من خطر داهم اسمه سمارت فون. السلام عليكم، ان شاء الله نهاركم زين مبارك، ومرة أخرى ان شاء الله نهاركم مليء بالفرحة والأعياد. سعيد ملاقات نجوم الراف ماك، رجع للقيادة لو جرو الكابيتانو والقيدوم برنس، صباح النور وعيدك مبروك. ربي فضلكم ربي يهنيكم. فما أغنية جزائرية ما ننساهاش بكل نعرفها من عام 68، شو اسمها؟ تقول بالون بالونا واحنا ماليه، الحصه الصباحيه نتاعنا واحنا ماليها، حبه أوكي. من حبه كاريا من كاريا، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه جعفر قاعد يقول لك مبروك عليك. الحاجه الثانيه نحب نهني وليداتنا اليوم اللي باش يعديوا البكالوريا، نهنيهم. مش معناها قولوا لهم ردوا بالكم باك سبور تنجم تربحوا فيهم شويه عدات، ردوا بالكم عديوا بالكدا، قد ما تربح عديدات في الباك سبور قد ما هذا يسهل لك الماموريه فيما بعد. ثم نحب نقول لكم عوده ميمونه لكم الكل، محلاكم محلى صباحكم محلى ضحكتكم الناس الكل. ان شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر. ربي بقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر، ربي يحفظنا ويحفظ الجميع. حسعيد لوليداتنا اللي عديوا الى باك سبور بالتوفيق ان شاء الله، والبروفيت بربي شويه هكا تساؤل في الاعداد، راهو مش مطلوبين باش يكونوا نادي كومانيتشي معناها على على التابي نتاع الجمباز، كل واحد باللي عنده مكين مبين الهايل معناها خلي يعمل لونشالمون نتاعو. عاونوا الوليدات الصغار في عدد البكالوريا بوان ولا زوز في السبور، ينجم يعطي دزه ويعطي بوش في الـ في الـ في الباك وفي معدل الباك. ولكم ان تتصوروا انه الاخ هذا اللي يكتب سيناريو شوف لي حل عدى ذات اليوم الا باك سبور. رحبوا به الجروب حاتم بالحاج. صباح الخير الناس الكل، صباح النور، عيدك مبروك، كل عام وانت بخير. 17 في الباك سبور. يس يس، تنجيب لك قول والله 17 في الباك سبور. تعرف هذا كان مش التقادم البروف يعطيك 17 شد الحبس. انت تعرف بدني وانا عمري شفت تساورك في العيد هذاك المهزله حاطط طول شويه كهو، ما تكذبش علينا حاطط الصباح كلها كان بدني وكنت سبورتي صغير تحلم ولعبت مع منزل بورقيبه فوت الاس ام بي وما ادراك، ولعبت مع الميليتير ما تحقرنيش رفيق، راني عندي معناها ما اخي شديت انا كانال اوريزون سبور عندي تاريخ. وعلاش كانال سكرت وهجت معناها عيدكم مبروك مرة أخرى للخامس مرة، نحن عيدنا على الناس نحن نهار السبت أنا وميمة عيينا تعييد وكل شيء. إن شاء الله نرجعوا شمنزلوا شهرين ونص نكونوا معناها في فورما باش العبيد معناها اللي تسمع فينا ونحييهم. والبارح حتى البارح في الليل رفيق ناس مازلت ثبت غدوة معانا الصباح ولا ما نعرفش السيد اللي خذيه بلاصتنا ما نعرفش شكون أنا جعفور جعفور متاعنا ما نعطيوش النقد بني. السلام عليكم برشا جعفور، مشكور على تأثير الحلقة الصباحية والحصة الصباحية يوميا في شهر رمضان المعظم، وما أصعب أن تستيقظ على الساعة السادسة صباحا في شهر رمضان المعظم، سورتو كي نعرف جعفر يتعدى باب الخضرة يتسحر وبعد يروح يرقد، نتصور كأنه شهر صعيب. السلام عليكم وعلى كامل المجموعة، وشكرا على ما قدمتموه تيلة شهر رمضان. نجم النجوم المبدع على الدوام أيقونة الحوار ونجم الديوان لو جرون زياد المكي. Yeah.
يا خويا ان شاء الله نهاركم مبروك وعايشك. اليوم نقصت المونجالا 6 غير ربع. والله يا رفيق نقص نقص، قلت علاش قايم توا؟ علاش توا؟ من بعد ذكرت الماتينال يا ربي اللي قاصدين ربي الخدمه الكل. سارة ما سهرتش تحضر البارح؟ لا والله رقدت رفيق. لا هاني بعث لك، عاد بعث لك زوز اخبار رفيق وعطيتك اقتراحات. ربي يفضلك. بالقلق هذاك ما هو عيد وكل. اونتوكا كيما قال حاجه ربي مع جماعه الباك سبور ونسيسوا رواحنا من بعد الباك سبور بكر الكراهب والخروج عاد من البلار وكل. وان شاء الله نهاركم مبروك وربي يحلها في وجوهنا العباد الكل. امين ربي يحفظكم ويحفظ الناس الكل. ملاحظه في محلها سيسروا احنا الناس الكل وصغيرات بعد الباك سبور وبعد نكملوا كل الاحتفالات والعادات نتاع الاحتفالات اللي ولات موجوده عندنا في علاقه بالصغيرات اللي عاديوا الباك سبور. ردوا بالنا لانه كل عام تقريبا تجرى الحوادث. ربي يحفظكم ويحفظ الناس الكل. ردوا بالنا على روحنا نرحبوا به نجم النجوم ايقونه الديوان والتحاليل الرياضيه كدوريم بلاتوات الرياضه لوغرون ناصر البدوي. اهلا بيك اهلا بيك رفيق اهلا بيك اهلا بيك. نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام. انا حبيت اقول الجعفور اللي كل يوم في الماتينال في رمضان يذكر فينا ويقول يا جعفور احنا نخدموا 9 شهور كاملين في الماتينال، انت خدمت شهر صحيح شهر رمضان راه شهر صعيب حقاقة الحق. نقوم من 6 تاع الصباح دبلومون. حبيت نحيي الكيب اللي خدمت كلها في رمضان، يعطيهم الف صحة. وحبيت نحيي الناس الكل اللي قاصدة ربي وماشية لخدمتها. ربي ان شاء الله يبقي الستر عليكم وربي يحفظكم الناس الكل. ردوا بالكم على رواحكم عشان نهاركم زين. ناصر كان لاحظت نيو لوك معناها مود نيو لوك الكاسكيت ومسيب اللحية ريشارجي راك معانا زعما واللحية بياضت. اقتراحك انت عاد اللحية اقتراحك هذاك علاش انا قالوا لي محلاه اللحية وباش نستحفظ عليها. اللون اللحيه راه هذاك لازم يكون يزيد نقوس خاطر واحد كي راه اللحيه بياض يعرف انه ما بقي من العمر اقل مما مضى. اشتعل الشيء ملك الهموم والله. رد بالك كي تخزر لحيه بياض تعرف انه فت اشترى العمر معناه واللي باقي كل في الفايده. هذاك تباشير بحذاك وباقي مقدم على اوكي حاجه فيها مزروب باش ما يخليش الابيض يطلع. يلا نرحبوا به نجم التحاليل السياسيه ونجم جرومبيليا لوغرو محمود البارودي. صباح الفل رفيق، صباح الورد والياسمين. محلاها القومة الصباح الحمد لله، رجعنا نقوموا بكري الصباح. والله محلاها راه وفيها البركة قومة الصباح راه فيها البركة وفيها العمل والجد وفيها الفلوس وفيها ليزوند بوزيتيف الكل رفيق. والله اسمع تعرف كي نرجعوا للحياة العادية متاعنا نكتشفوا قديش معناتها ما كناش مضيعين برشا حاجات احنا في رمضان. مثلا الكورة متاعنا قدام القناة تعدي فيها وتحلل ومدربين وصبوش الشهري والدنيا وفي الاخر ما فما حد شيء. الحقيقة كي تفرش بطولات اخرى البارح البطولة الانجليزية كيفاش تقلبت كومبليتمون وتفرش في ليفركوزن البارح كيفاش هزت الشامبيونا اول مرة في تاريخ اوكزافي الونزو حاجة معناتها تعمل 66. قعدنا احنا معناتها نستناو نستناو. حب نحيي وخيالنا في الباك اللي عادي والباك ونذكرهم كلوا لهم راهو ما فماش حرب عالميه ثالثه خاطر مساكن فرحوا هما قال لك هاي شعلت توا الحرب وايران ضربت الكيان وباش تقف القرايه وباش تقف مالوريزمون فما باك مالوريزمون ما فماش حرب مالوريزمون لا هما معناتها تفكر قبل احنا رفيق في حرب الخليج شيخنا احنا كجمعتين اللي ما كناش فيه شكون مع شكون اما المهم وظاهر ما نكراوش المهم ما نكراوش. يلا حس عيد للجميع ربي ينجح وليداتنا ان شاء الله ان شاء الله عوده ميمونه للدراسه بالتوفيق في امتحانات البكالوريا وفي الباك سبور. ربي يوجهكم خير وربي يعطيكم ما تتمناوا. ديديكاس سبيسيال للناس الكل اللي قامت معنا صباح واللي قاعده تعيد عليكم على اليوتيوب نجمه النجوم خبيره الفن وخبيره لجنه التحكيم الجميله الانيقه سندريلا. صباح الانوار يعيشك ربي فضلك. صباح الورد والفل والياسمين والالوان الزاهيه وان شاء الله نهاركم زين. عيدكم مبروك مره اخرى. عيط برشا مرات انا زاده كيما حاتم نهار السبت في ديوان اووردز ليله العيد ونعاود نعيط عليكم توا. ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. بون شانس لجماعه الباك ربي معكم. انا في الباك سبور جبت 20 الناس غير لا معارف لا حتى شيء وحدي بجهدي بذراعي جبت 20 على اكيد اكيد بو كونترينور بجهدك جبت 20 وحطني في كل لجنه واحد تحته كي قلت له با تحط هذه باش تجيب 14 13 خاطر يعطيكم قال لي تهنى في كل لجنه عندي واحد تابعني. سلم عليه بابا برشا
ونسلم زيدا سبيسيالمون رفيق على عزيز بن تونس اللي هو ولد اختي، اليوم يحتفل بعيد ميلاده زيزو، يعمل 3 سنين جوي انيفرسير زيزو. ربي يفضل لك ماماتك هجوره لاختي، ربي يفضل لك بوك، ربي يفضل لك لينا، راني نحبك برشا 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 وين ما انت بعيد عليا قارات وبرور وبحور، نحبك برشا. نسلموا عليه ونقولوا له عيدك مبروك وعيد ميلاد سعيد، ونسلموا عليه لان زيدا هي تحتفل اليوم بالعيد ميلاد نتاعها معدة البرنامج صديقتنا ريم، نقولوا لها كل عام وانت حية بألف ألف خير، عيد ميلاد سعيد لمعدة البرنامج صديقتنا ريم، إن شاء الله أكبر 100 سنة وانت تحضر في الرف معك وعاملة جو أكيد في كل ريونيون ومستبشرة خير بالمستقبل. سلموا عليها، شكرا على المجهود اليومي. يلا